عم تموت من ورا السلاح، السلاح المتفلت صح. انه بس يخلوا الجيش اللبناني يمسك سلاح. شو يعني حرب الأهلية؟ الحرب اللي صارت بين الإسلام والمسيحية. الإسلام والمسيح نفس الشيء، اثنيناتهم بشر. شو يعني الوطن لما يحكوا صغار؟ أنا كلاجئة ما شفت وطني وما بعرف شو يعني وطن. أنا بشوف حالهم بيتكبروا إنه هن اللبنانية، أنا شقفة سورية بعدي. لما يحكوا الصغار كونك رئيس حكومة أنت ما لازم تستقيل، بدنا بلدنا يكون حار. بتفكر تترك لبنان؟ لا. ليش؟ لأنه تربت بي هون وعيلتي كلها هون وهذا بلد اللي خلقت فيه. مع محمد قيس الجمعة بعد الأخبار على MTV.